فرصة سفر وحضور مؤتمر بدولة اليابان ممول لمدة 4 أيام وبدون شروط معقدة. إذا مهتم بهذه الفرصة وترغب في السفر إلى اليابان والتقاء بأشخاص من دول مختلفة وتبادل خبرات عديدة جدا، فشاهد معي فيديو اليوم للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم منحة، معكم منال بوجنير واليوم في فيديو جديد. قبل أن نتحدث عن تفاصيل فرصة اليوم، أريد الإشارة إلى الفرص المفتوح لها التقديم حاليا والتي على وشك الانتهاء إما في أواخر شهر يناير أو في شهر فبراير، وجميعنا نعلم أنه إذا ضاع علينا موعد التقديم فهذا يعني ننتظر للسنة القادمة حتى يفتح التقديم للمنحة مرة أخرى، وأكيد لا نرغب في أن يحدث هذا لكم جميعا، لذلك كونوا منتبهين جدا لآخر موعد للتقديم لكل فرصة. والفرص المتاحة الآن كالتالي، وسوف أتحدث عن أبرز الفرص فقط. أولاً، لدينا منحة الحكومة الصينية المتاحة لجميع المراحل، منحة الحكومة التركية أيضاً لكل المراحل، منحة الحكومة الرومانية أيضاً لكل المراحل، منحة وقف الديانة للدراسة في تركيا وأيضاً لكل المراحل بما فيها مرحلة الثانوية العامة، جامعة بادوفا للدراسة في إيطاليا وأيضاً لمرحلة البكالوريوس والماجستير، لدينا فرصة تدريب في تايوان، لدينا فرصة حضور مؤتمر بأبو ظبي بدولة الإمارات. كل هذه الفرص سوف تجدون لها فيديوهات على قناتنا باليوتيوب، وأيضا لا ننسى منحة جامعة حمد بن خليفة للدراسة في قطر ومنحة جامعة خليفة للدراسة في الإمارات، في فيديوهات كثيرة جدا على قناتنا باليوتيوب وفرص متنوعة وعديدة جدا. سارعوا بالتقديم، سوف تجدون كل الروابط في صندوق الوصف، شاهدوا الفيديوهات، تأكدوا من أن الفرصة مناسبة لكم ولا تضيعوا الوقت، وسارعوا سارعوا بالتقديم. أتمنى لكم التوفيق، ولا تنسوا أيضا أن هناك لايف أو بث مباشر يكون كل يوم جمعة الساعة 8 بتوقيت المغرب على قناتنا باليوتيوب وأيضا على صفحتنا بالإنستغرام، نختار منحة معينة ونتحدث عنها. الأسبوع الماضي تحدثنا عن جامعة بادوفا، هذا الأسبوع موضوعنا هو منحة حكومة رومانيا. أما عن فرصة اليوم، فرصتنا الممتازة للسفر وحضور مؤتمر بدولة اليابان. صراحة بعد مشاركتي في هذه المؤتمرات عرفت مدى أهمية المشاركة فيها ومدى أهمية هذه الفرص بالنسبة للشباب. سوف أحدثكم في البداية عن المنظمة التي تقدم هذه الفرصة، وهي منظمة Youth Break Boundaries. هذه المنظمة نجحت في تنظيم مؤتمرات دولية في دول عديدة جدا، بما فيها دولة تركيا ودولة ماليزيا بكوالالمبور وأيضا بدولة إندونيسيا، ولازال هناك العديد من المؤتمرات التي سوف يتم إجراءها خلال الأشهر القادمة، ومؤتمرنا اليوم هو دولة اليابان. كالعادة نتحدث عن الشروط للمشاركة في هذه الفرصة. نحتاج فقط لشرط العمر، هو يكون عمرك ما بين 15 سنة ل 35 سنة. طيب، ماذا عن شهادة اللغة الإنجليزية؟ وماذا عن المؤهل الدراسي؟ وماذا أيضا عن الجنسيات؟ لا تقلق من أي شيء، جميع الجنسيات متاح لها التقديم بدون استثناء. أيضا سواء معك شهادة إثبات لغة إنجليزية أو غير متوفرة، لا يوجد مشكلة في ذلك ولازال عندك الحق في التقديم. بالإضافة، لا تشترط أن يكون لديك أي مؤهل أكاديمي، يعني سواء كنت تعمل أو كنت تدرس أو كنت خريج، حتى إذا كنت طالب في الثانوية فعندك الحق في التقديم. فرصة ممتازة جدا للقاء أشخاص من مختلف أنحاء العالم، ومرة أخرى لتبادل التجارب. أما عن المميزات، فالفرصة تغطي تكاليف عديدة جدا. أولا بالسكن، السكن مجانا لمدة 4 أيام طول مدة المؤتمر. ثانيا، المشاركة في المؤتمر بالمجان بدون دفع أي رسوم. ثالثا، سوف تحصل على شهادة إثبات حضور بعد إتمامك لهذا المؤتمر. بالإضافة، سوف يتكلفون بالنقل داخل البلد، للإشارة فقط لا يغطي تكاليف تذاكر الطيران، زائد أنه يشمل أيضا وجبات الطعام 3 وجبات يوميا. وبالنسبة لي كرأي شخصي، أهم شيء من خلال حضور هذه المؤتمرات هو النتوركين، شبكة الاتصال التي تبنيها مع باقي المشاركين، المحاور والمواضيع التي تتطرقون إليها، كيف تمثل بلدك، كيف تعبر عن رأيك، تناقش مجموعة من القضايا التي نعاني منها حاليا، وأيضا تكون تجربة سفر لبلد جديد، لأنه من ضمن البرنامج سوف يكون هناك رحلات لاكتشاف البلد وأيضا التعرف على ثقافة المشاركين. آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو 15 فبراير، ولازم نكون منتبهين جدا ولا ننسى هذا التاريخ حتى لا تضيع علينا الفرصة. ثانيا، بالنسبة للفرصة ففيها نوعين، إما ممول بالكامل إما على حسابك الخاص. كلتا الحالتين سوف تجتاز انترفيو،
موعد الانترفيو ما بين 10 إلى 15 أبريل. الانترفيو بكل بساطة من أجل التعرف عليك والتعرف على أهدافك ولماذا ترغب في المشاركة في هذا المؤتمر. والنتائج النهائية سوف تكون ما بين يوم 5 إلى 15 ماي. أما عن المؤتمر فهو ما بين 1 إلى 4 في شهر 7 بدولة اليابان، تحديدا بمدينة أوساكا. الآن إذا مهتم بعملية تقديم على هذه الفرصة، ما الذي ينبغي عليه؟ كل ما عليك أنك تدخل على الموقع الرسمي، وهذا هو الموقع الرسمي الذي يظهر لكم الآن. تنشئ حسابك لأول مرة من خلال وضع الإيميل وأيضا الباسورد، وتقوم ببدء الأبليكيشن. نذهب مباشرة لملء المعلومات الخاصة أو الشخصية بما فيها الاسم والجنسية ورقم جواز السفر ومعلومات عامة. بعدها لدينا خانة الأذرز، هنا سوف تكتب الإكسبيرينس يعني خبرتك السابقة حول أي مجال من المجالات التي تدرس فيه أو تشتغل فيه أو خبرتك بشكل عام. الأتشيفمنتس اللي هي النجاحات التي حققت، ربما كنت حصلت على منحة من قبل، ربما حصلت على فرصة ممولة، ربما كنت فائز في مسابقة، أي كان هذه المسابقة أو أولمبياد في الرياضة، في الفيزياء، في أي مجال معين، ولابد أن تذكر الأشياء التي حققتها كنجاح. بعد ذلك لدينا السوشيال بروجيكتس، إذا ربما كنت شاركت في أي برنامج تطوعي أو اجتماعي. أيضا بالنسبة للتالنتس هي المواهب التي لديك. تمام، هذه الأسئلة كلها ليست أسئلة إلزامية، إذا متاحة لديك يمكنك الإجابة عنها، إذا غير متاحة فقد قم بوضع هذه العلامة. بعد ذلك ننتقل للquestions أو الأسئلة. هنا ولابد أن تختار أحد المجالات أو المواضيع، يا إما أن تكون الصحة، إما جودة التعليم، إما النمو الاقتصادي، أو بالنسبة للبنية التحتية. ليكن أنك اخترت الإدوكيشن، ولابد أن تجيب على هذه الأسئلة، وممكن على كل سؤال يكون الحد الأقصى لعدد الكلمات هو 250 كلمة. ولابد أن تكون حريص ودقيق في الإجابة على كل سؤال. فمثلا هنا لدينا أول سؤال، تحدث أو قم بوصف أكبر مشكلة يعاني منه مجتمعك في هذا المجال. ربما اخترت الإدوكيشن، فما هي التحديات التي يواجهها مجال التعليم داخل بلدك؟ أيضا أكيد الموضوع يختلف أو الإجابة تختلف من محيط على آخر ومن دولة لأخرى. أيضا لدينا السؤال الآخر، هل يمكنك أن تصف بعضا من الحلول أو الأفكار من أجل حل هذا المشكل داخل مجتمعك؟ ليكن مثلا لدينا مشكلة التعليم في المناطق الجبلية، طيب ما هي الحلول المقترحة التي ممكن أن تقترحها لحل هذا المشكل والحد منه؟ وفي النهاية ما هو التأثير الإيجابي الذي تعتقد أو أنك تتوقعه من خلال وضع هذه الحلول التي اقترحت لحل هذا المشكل؟ يعني مثلا ما هي مثلا لدينا مشكلة المدارس أو التعليم في المناطق الجبلية، فنحن نتوقع أن يكون إنشاء مدارس أكثر، طيب ما هو الإمباكت أو التأثير الإيجابي؟ ربما حل أزمة التعليم وأن الطلاب سوف تذهب للمدارس بشكل أكبر، أو يعني نحاول نضع حلول منطقية وواقعية. أوكي، لدينا في النهاية البروغرام، هنا ولابد أن تضع كيف تعرفت على هذه الفرصة، وإذا تعرفت عليها عن طريق اليوتيوب فولابد أن تكتب other، واكتب مثلا source أو account، ويفضل إذا تعرفت على الفرصة من خلال قناة كل يوم منحة، واكتب يوتيوب everyday scholarship. بعد ذلك عندنا بالنسبة التويبون لين، عملية سريعة جدا وسهلة جدا، بمجرد أنك تضغط على هذا اللينك سوف يظهر لك بهذا الشكل، وتقوم بوضع صورتك الشخصية هنا، يعني تشوز فوتو، تقوم باختيار صورتك الشخصية وسوف تظهر صورتك الشخصية في هذا البوستر. أوكي، هنا لدينا دليل على أنك قمت بمشاركة أو متابعة صفحة Youth Break Boundaries على الانستغرام، وهذه صفحتهم على الانستغرام. أيضا صفحة Japan Youth Summit أيضا تقوم بمتابعتها وقم بأخذ سكرين شوت. أيضا صفحتهم على التيك توك وقم بأخذ سكرين شوت. أيضا متابعة صفحتهم على التليجرام وأخذ سكرين شوت. أيضا متابعة قناتهم على اليوتيوب، تقوم بمشاركة معلومات هذا البروغرام مع 3 أشخاص على الواتساب، وقم بأخذ سكرين شوت وتجميع كل هذه السكرين شوت جميعا، وقم بوضعه على الدرايف. أوكي، مكتوبة هنا، قم بوضعه في الستوريج درايف، ولكن بشرط أنه الدرايف يكون متاح للأكسس، يعني لا يكون برايفت، لا يكون خاص، واضح، يكون بشكل عام أي شخص معاه لينك يمكنه الدخول فقط. بكل هذه البساطة بعد ذلك تنتقل لوضع صورة شخصية، وفي النهاية لدينا payment and submission. لا ننسى أنه للمشاركة في هذه الفرصة نحتاج لدفع رسوم 10 دولار فقط، ويمكنك الدفع إما عن طريق PayPal أو عن طريق يعني دفع بالبطاقة. كان هذا كل شيء بالنسبة لفرصة اليوم، تعرفنا على طريقة التقديم، تعرفنا على الوثائق، تعرفنا أيضا على المميزات والشروط وكل المعلومات.
المعلومات. إذا عندكم أي استفسارات لا تترددوا في تركها في التعليقات. أيضا يمكنكم التواصل مع المنظمة عبر هذا الإيميل إذا عندكم أي أسئلة أخرى غير مذكورة في الموقع الرسمي. أتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا خدماتنا، خدمات كل يوم منحة والتي تتنوع في خدمات كثيرة جدا بما فيها التقديم على الفرص. إذا أيضا ترغب في الحصول على مساعدة في التقديم على هذه الفرصة من خلال فريق كل يوم منحة فلا تتردد في التواصل معنا. مساعدة في التقديم على المنح الدراسية والفرص وحضور المؤتمرات، أيضا تجهيز الوثائق، بالإضافة خدمة البحث عن الجامعات، خدمة الصين المضمونة. أيضا إذا ترغب في الحصول على استشارة أكاديمية معي شخصيا يمكنك حجز ذلك والتواصل معك في أسرع وقت. كان هذا كل شيء بالنسبة للفيديو اليوم. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، أو إذا لأول مرة تشاهد قناتنا على اليوتيوب لا تنسى متابعة قناتنا لمعرفة كل جديد. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.